جديد ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة فنية مهمة جدا، هنتكلم في تفاصيل متعلقة بكيف يواجه الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي. والرؤية الفنية النهاردة مختلفة شوية، ليه؟ النهاردة في قطر وفي قلب العاصمة القطرية الدوحة، أكيد كان لنا لقاء مهم جدا مع الكابتن حسن ربيع الكواري كمسؤول في اللجنة المنظمة والمدير التنفيذي للتسويق. النهاردة كمان معانا محلل لبناني، لاعب دولي في منتخب لبنان السابق، لاعب وكان مدرب سابق لمنتخب شباب لبنان، حاليا مدرب شباب فريق معيزر القطري، عنده تفاصيل وعنده حكايات وعنده روايات، وهيتكلم عن الأهلي بنظرة محتاجين نسمعها منه. كابتن فادي العمري، اولا برحب بيك على شاشة قناة الأهلي في الظهور لأول مرة، ويمكن من خلال تحليلاتك في الأيام الأخيرة كنت ترند على السوشيال ميديا بسعادة الأهلوية لما اتكلمت على الأهلي فور استقباله في مطار حمد الدولي. أتشرف بحضوري مع حضرتك وأتشرف بوجودي على قناة الأهلي، تحياتي لكل لا جمهور جمهور لإنما شعب الأهلي، شيء فخر بالنسبة لي إني أنا أكون معك اليوم إن شاء الله. وقت استقبال الأهلي في الدوحة كان ليك كلام أثر بشكل إيجابي جدا في عقول وأذهان كل الأهلوية، تحدثت عن الأهلي بشكل رائع جدا. أستاذ محمد، دائما جمهور الأهلي هو ما يصنع الحدث. الحدث ما بيكون مهم إذا ما كان جمهور الأهلي موجود. جمهور الأهلي عطى طابع لدى الشعوب العربية والخليجية كلياتنا سوا حب الكرة. يعني أنت واستحضر نادي الأهلي كان بالدوري المصري أو بطولة أمم أفريقيا أو حتى بالبطولة السوبر اللي صارت مع الزمالك هون بالخليج، يعني دائما ما بيشدك اللون الأحمر. اللون الأحمر كتير أتراكتيف. كما انه نادي الاهلي اصبح ليس مجرد نادي، حقيقه ليس مجرد انما ليس مجرد نادي انما صار براند، ترند عالمي. يعني كيف براند عالمي؟ براند عالمي اتراكتيف، يجذب المشجعين، يجذب سبونسرز، يجذب رجالات الاعمال، يجذب محبي الكره. يعني نادي الاهلي لا يرتكز فقط انه عم يلعب 11 لاعب مقابل 11 لاعب مع اي فريق، لا، هو من هيك بكثير، بدليل انه نادي الاهلي لا يوجد لاعب ولا مدرب صنع تاريخ بنادي الاهلي، انما نادي الاهلي دائما هو مكان مصنع النجوم ومصنع المدربين. دائما هذا الشيء بيعود لاستراتيجيات تعاقبت عليها كثير من الادارات في فلسفه صارت اكثر من 30 سنه ل 40 سنه تعاقبت رؤساء انديه واخرهم محمود الخطيب اللي هو اسطوره الرئيس الحالي. شوف، بيواكب الاهلي بكل المحافل، بكل محافل بيواكب الاهلي. اصبح الاهلي الان هو ترند، هو صار براند عالمي، ماركه عالميه. لان بنشوف اليوم بالمؤتمر الصحفي تبع نادي باتشوكا جليرمو المادا كان عم بيقول، ذكر عده عبارات، نادي الاهلي النادي الكبير، النادي العريق، حتى مورينو حارس المرمى كان عم بيقول النادي تاريخي. هني بيعرفوا تماما مين جايين يواجهوا. يعني صيت نادي الاهلي وسمعه نادي الاهلي وقيمه نادي الاهلي اليوم ظهرت من خلال المؤتمر الصحفي تبع مين؟ تبع نادي باتشوكا، حتى تعطيك اكثر انه يعني بروف شوي شو الفالور القيمه تبع النادي الاهلي. الاسئله الصحفيين اليوم اللي انطرحت بمؤتمر باتشوكا هني 12 سؤال، 12-13 سؤال، اما طرح على مدرب كولر 24 سؤال. يا يعني تخيل انت حجم الاهتمام الاعلامي النادي الاهلي. طبيعي انه يكون دبل. من جون مشين هيك انا عم بقول لك صار نادي الاهلي صار هو براند صحفي، على صعيد الكوتشينج، على صعيد اللاعبين. اي لاعب افريقي او اي لاعب عربي يتمنى ان يحط اللوجو على صدره تبع نادي الاهلي. بالعكس هو بيكبر فيه. طيب.